وصلوا 100,000. اي نبدأ في الفيديو. والله اليوم رجعنا لكم فيديو سمح برشا على جالكسي ستور اللي تستنوا فيه لكم برشا. هذا اليوم الفيديو اليوم العرض اليوم في كوريا زي العرض متاع المرة اللي فاتت. اول حاجة كما العادة نحو البيس بالتالي نمشوا للبروتون في بي ان ولا هولا في بي ان ولا الفي بي ان اللي عندكم انتم تستعملوا فيه. نمشوا للكورسي بين كوريا اهي تك هلو على كوريا. استنى شويه دراري توا نعملوا سيبريمي دوني للجالكسي ستور. وفي برشا في دي بوانات هو العرض الربع. فما بوانات متاع 100 وفما بوانات متاع 3 هكي كارت متاع 3 3000 بوان. وكل واحد وزاره كما تعرفوا كل واحد وزاره قداش يجيب له. وكواني مربحت حتى شيء غير ما نكذب عليكم مربحتش. اما انا كل واحد وزهراني اللي ندير انا هبطلكم الفيديو مش متقولوا ما هبطلناش. كل واحد وزاره شنو يربح. استنى شوي خلي يتحل الفيديو خلي يتحل الجالكسي ستور. يلا اي 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 اتحل يا جماعة. ندخل الكادو زي هذا من فوق. اول حدث اول واحد تدخل له لحظة خليه يتحل يا جماعة. الكونكسيون ضعيفة شوية ما بتعرفوا سيرفر بعيد باقي قبل كل شيء. يعني هذا تو دخلت له من بكري نجرب كل شيء. انتو تظهر لكم بلاك ابل ازرق تتكع له وتعمل اكسبتي تو وتبدا. هنا عندك واحد هيك ديزابليكاسيون تهبطهم وتشكشك على روحك. ما يعني ها الزوز هم ربحت حتى شيء وهذا ما كملتش. تشكشك على روحك وان شاء الله تربح ان شاء الله تربح الناس الكل. ما تنسوش هيك اللايك وسبسكرايب. نستنونا في فيديو جديد ان شاء الله يهبط ان شاء الله الى يوم اخرين باش يهبطوا. جالكسي ستور فما امكانيه باش تهبط في على نتاع كما قبل ما تاخذ 5 دولار ولا 3 دولار في السيرفر الاسباني ولا المكسيكي ولا الامريكي. تو مبكر شفت ما فيهم حتى شيء. هيا نلتقي في فيديو جديد يا دراري. ما تنسوش هاكو لايك سبسكرايب. السلام عليكم.